السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله يحييكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال يا حسان؟ الحمد لله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. محترمين الله يكرمك. أهلا. كيف حالك يا أستاذ؟ مرحبا يا باشا. الله جميل. كيف حالكم شباب؟ الله يحييكم. السلام عليكم. اليوم بناخذ الشيء في كتاب ولا بناخذ الكتاب والدفتر ولا المذكرات؟ طيب. لا استاذ اليوم المرفق بس. ايوه استاذ حلنا. انا ارسلت لكم المرفق النهارده الصباح اللي هو بتاع التاسع. ايوه طبعتهم. طيب تمام. وصلكم كلكم يا شباب ان شاء الله، يعني لو معاكم ممكن نحله ما فيش مشكله. استاذ في فراغات كثيره يا استاذ. نعم في اسئله فاضيه يا استاذ كثير. لا يعني قصدك اماكن كثيره. استاذ الصح والخطا في فاضي وفي خيارات كمان. اختيارات كثير يعني. انا مش عايز ازود عليك، انا اللي قصد ما ازودش عليك. طب الفراغات هذه يعني مو اسئله يا استاذ؟ لا لا لا، الفاضي ده خلاص مالكش دخل فيه. احد ما يقدر يفتح ويعرضه على الشاشه. ايوه مرفق. طب انا هحاول اشوف لك على الشاشه اهو. عامل الاستاذ المرفق الثاني طبعته، لكن في مشكله ما ادري عند الطلاب كلهم ولا لا. ان شاء الله الثالث المرفق الثامن خليناه. السلام عليكم. عليكم السلام. لا المرفق الجديد الاستاذ اللي نزلت امس هو التاسع. يا استاذ سعد سك الكاميرا يا استاذ عشان صوتك يقطع. طيب حاضر. سك الكاميرا وخلي المايك بس. طيب حاضر. ما يقطع والله ما يقطع يا استاذ. ما يقطع عندي قطع. والله جاسر من عندك يا جاسر، يعني من عندك المشكله. طيب عندي قطع خلاص سكرت ما فرقت معاك يا شباب. انا فصلتها خلاص فرقت معاك يا اخي. ما يضبط الشيء اللي هنشغله يا اخوان. خلاص يا اخوان الله صل على النبي شباب عليه الصلاه والسلام. ايوه كده والله الله يكرمك. السلام الشاب مش انا طبعت الورق بس السؤال 6 ل 10 في الصح خطا ما هو موجود شيء عادي الاختيارات طيب انا اشوف هو المرفق اللي هو مرفق الاسبوع التاسع. هذا يعني هو كده عند الطلاب كلهم ولا بس عندي؟ اي لا 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 انا اللي قصد ما زودش عليك اسئله كتير. حتى انا عندي نفس كله هتلاقيه. لكن انا عشان شغال صار لي في الرياضيات كذا نص الورق يجيني ما في اختيارات ولا لا. حتى انا بالرياضيات تيجي فاضي. استاذ انا عندي استاذ اسمح لي استاذ اعرض شاشه عندي. طب انا خلاص عرضته يا احمد مش هو ده؟ طيب خلاص مو مشكله صح مش هو ده يا احمد؟ هو ده المرفق اللي عندكم؟ نعم هو يا استاذ. ايوه هو يا استاذ خلاص هو يا استاذ. تمام يا شباب تمام. لسه بس دقيقة قاعد اطبع. طيب ماشي حبيبي ولا يهمك. أستاذ تسوي حركة في الكلاسيرا إنه تقدر تخش الفصول الذكية بدون ما تتلخبط في المواعيد وشي زي كذا. بالنسبة لك أنت ولا أنا؟ الكل بالطلاب يعني. ليش فاضية عندك بعد السادسة؟ اللي هنا ده؟ اللي صدق قال ما بزود عليكم اسئله. انا اللي قاصد ما زودت عليك ما كترش عليك الاسئله. اها الله خير والله الله خير ما تقصر ولا استاذ الله يخليك. طيب يلا يا شباب يلا يا انمار.
انمار موجود ولا مو موجود؟ انمار انا استاذ ابدا فيها. لا يا نايل لحظه يا نايل، عشان احنا قلنا من امس هنشوف الناس اللي بتيجي تسجل نفسها وتمشي. ايوه كده احسن. ايوه موجود استاذ الشات كتب. طب ليش ما بيجاوب انمار؟ ما عنده مايك. انا عارف ان انمار ملتزم والله يعني. اسال عادي اي واحد يقرا عادي. طيب وسيم عنده ازعاج يقول انمار. يا مستر وسيم وسيم يعني نسجل وسيم في الغياب يا شباب. هذا المار كتب في الشات انتظر لنهايه الحصه الساد ما رد حسب. وايه يا جماعه ايه حكايه المايكات النهارده كلها مش شغاله ولا ايه؟ المار يقول لا عنده زعل يقول وسيم المايك عنده شغال حساب بس ما يتكلم. طب ليه يعني خربان؟ المايك خربان يعني شو واحد. طيب في ايفون سعد، مين ايفون سعد يا شباب؟ امكن دقيقة سعد فهد القرشي هو اللي هو ايفون سعد. في اثنين سعد قرشي. ايفون سعد. زهر عندي فهد وفي سعد مرزوق. سعد فهد. زهر عندي ايفون سعد. من ايفون سعد يا شباب؟ مش معقول المايك خربان كمان يعني كل اسم ده المايك خربان. يا سعد فشات استاذ رد فشات مش عارف الشات كمان ما عايز يظهر عندي ليه. انا اي سعد فهد الشات ما ظهر عندي ليه يا شباب؟ لازم تدخل الزوم. رد الزوم. عليك استاذ يقول انا سعد فهد ارجع الزوم استاذ الشاشه الله يسعدك. عشان عملنا سكرين ايه شو ادخل الزوم كلها صارت فجاه كلها خربان المايكات شوف. ما بقول غريبه يعني. لا في القران صدفه كلهم شغالين. القران حب العوه اذا ما فكوها. ايه اكيد ان هي ماده كلها شو اسمه لازم تفتح المايك. طيب يا وليد توفيق نفس الكلام استاذ. ما فيش برضه وليد عشان وقت الحصه كل المايك خربان استاذ. كل المايكات خربانه استاذ. انت اللي تسمع يجاوب معناته كلنا معناته انه يعني المايك شغال عنده. صدق دبار. وبعدين يا شباب قصدي اللي يشاركوا معاك بس استاذ دول خلاص معروف ان شاء الله ان هم دول ان شاء الله الفول ماركت كل حاجه باذن الله. طيب اسالنا استاذ عشان نحصل ان شاء الله انا منهم يعني. طيب محمد العتيبي موجود استاذ موجود. طب يلا محمد اول سؤال لو سمحت. اول سؤال خطا يا استاذ. لا طب اقراه. واحد عدد التأكسد هو شحنة الإيون الأحادي الذرة. خطأ. خطأ يا شباب. يا أستاذ ألو. نعم يتكلم أستاذ. موجود أستاذ. يعني الإجابة خطأ ولا صح يا شباب؟ صح أستاذ. جبت السؤال أول صح. لا صح يا شباب. إيه هو عدد التأكسد؟
هو الشحنة اللي بتنطبع على الأيون من فوق موجب بنسميها التكافؤ. أما كنا نقول موجب واحد موجب اثنين سالب واحد سالب اثنين، يبقى عدد التأكسد هو شحنة الأيون الأحادي الذرة، يبقى الإجابة صح. طيب أستاذ عندك قلم فوق إذا تحطه على الصح نقطة. أنا عارف بس عشان تحرك الشاشة فالعلامة تتحرك معها. طيب أقول أستاذ السؤال الثاني يعني دي كلها تبقى صح هي. أيوه بس طيب أقول أستاذ السؤال الثاني. طيب قول يا باشا قول يا حبيبي. التفاعل الكيميائي هو إعادة ترتيب للذرات وتكون مادة جديدة مواد جديدة صح هسه؟ صح تمام. أقول الثانية كمان. طيب يلا نايل. أيوه يلا يا باشا الثالثة. ثلاثة. تسمى المواد التي نبدأ بها التفاعل نواتج. خطأ. خطأ برافو عليك. اللي بنبدأ بها التفاعل متفاعلات، واللي بتتكون نواتج. 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 تمام. طيب. تعال أقول اللي بعده إيش؟ مين يا باشا اللي عايز يقول؟ راح العرض إيشان. نواف. نواف السعيدي. يلا نواف. نواف رفع إيده من بدري. أبشر هسه. تسلم. الرمز الكيميائي لعنصر المناجيز هو Mg. غلط. المغنيسيوم Mg. يا واد يا معلم برافو عليك ما شاء الله ما شاء الله. انما المنجنيز استاذ Mg لو ايش استاذ مغنيسيوم Mg مغنيسيوم صح معليش Mg مغنيسيوم. انما المنجنيز Mn استاذ Mn Mn ان المنجنيز من اسمها N ولا ايش؟ نعم اوكي طيب من طيب. من ام ان طيب يا استاذ. نعم شفت الورقة اللي ارسلتها لنا اللي فيها سامي عناصر وعدد التأكسد؟ تمام. دحين مثلا الصوديوم هو ان اي كم الرقم اللي معاه؟ مو التأكسد، التأكسد موجب واحد. موجب واحد. الرقم الصغير تحت اليمين. ايوه موجب واحد. التأكسد موجب واحد لكن عدد الذرات اللي فيه كم؟ لا هي ذرة واحدة. احنا بندي لك مثال على ذرة واحدة، مالكش هنا دعوة بعدد الذرات خالص. يعني هي ذرة واحدة تكافؤها أو عدد تأكسدها موجب واحد، ده معنى الكلام. نحن جاوب خمسة لأن في أستاذ عناصر مو مكتوب العدد الذري فيها، ما فماني حافظ ما أعرف كيف أجيبه. ليه في الورقة؟ في الجدول مين مكتوب الأعداد الذرية؟ زي الكتاب يعني أنتم يعني إذا جيت أحل ما أقدر أرتب لأن مين مكتوب هسه؟ زي الهيدروجين هسه. اديني مثال. هيدروجين H2 هسه. الهيدروجين قال عبد العزيز. طيب H2 هيدروجين مكتوب واحد هسه لكن أيوه معادلة H2. لا H2 ده معناه جزيء تمام، لكن لما أقول H معناها الاتش لما يجي يتفاعل مع اي حاجه تانية عنده الكترون واحد موجب واحد بس فقده، لكن لما اقول اتش 2 يبقى ده جزء منه يعني اتنين اتحدوا مع بعض منه. تمام تمام. طيب السؤال الاخير خمسة. اقول استاقول. طب قول يا حمزه. تسع المستوى الرئيسي الثالث إلى 18 كيلو. صح ولا خطأ يا حمزة؟ صح 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 برافو عليك. الثالث 18 لأن احنا قلنا إيه؟ ربع الثلاثة كلمة الثالثة، ربع الثلاثة واضرب في اثنين. تمام. ربعها واضربها في نفسها. لا واضرب في اثنين. أيوة ربعها يعني اضربها في نفسها. إيه وبعد ما تضربها في نفسها اضرب في اثنين. لازم لو ربعتها ضرب في اثنين 27. ايوه ممكن تغلط لكن الافضل الرقم أيوة. اللي عندك ربعه واضرب في اثنين يعني 3 اس 2 ب 9 في 2 ب 18. تمام تمام. طيب جالنا نفس السؤال ثاني اهو.
يلا يا سبع. ايوه اقصى عدد من الالكترونات يستوعبه مستوى الطاقه الرئيسي الثاني هو 8. برافو عليك 8، لان احنا قلنا الثاني يبقى هنربعه 2 اس 2 ب 4 في 2 ب 8 4. برافو عليك 4 ضرب 2 8. تمام برافو عليك يا سلام. سلام. طيب السؤال اللي بعديه رمز عنصر. ما شاء الله بالله استاذ. اقول السؤال الثاني. اقول استاذ انا. لا انت جاي على السؤال يا معلم. اقول يا استاذ. انت جاي على السؤال. انا صح. انا صح. استاذ قولوا. استاذ اختار من اللي رافعين يدهم يا اخوان. استاذ بالله بالله اي من اللي رافعين يدهم. طيب طب قول لي احمد يعلى. لا ما بدي ارفع يدي لما اضغط ولا انا ما اقدر. احمد يعلى مو مشكله. اقول استاذ انا رمز عنصر الصوديوم ان اي. تمام برافو عليك. طب يلا يا اساتذه انا كاتب لك معادله بقول لك 2 ان اي زائد سي ال 2 ينتج اكس. اكس دي المعامل ده انا عايز اعرفه ان ايه. اقول استاذ اجاوب. ما هو ده يا شباب وزن المعادله. الاكس تبغى قيمه الاكس يا استاذ. ايوه عادي. اقول استاذ. اقول يا استاذ 2. برافو عليك. لان الصوديوم في اليسار 2. لازم الصوديوم يا استاذ. هذه مره سهله يا استاذ. هذه والله ما يبالها. انا عارف انها سهله. استاذ استاذ جيب سي يا استاذ دائما كثر منا ست كثر منا. طيب حبيبي ما تخافش مش هجيب لك حاجه صعبه والله. بس احنا نسينا نحط الاجابه. معلش والله. اكتب انت. طيب ايش نحط استاذ؟ اكتب خيار 2 4 5 6 2 4 6 8. اختار 2. تمام. طيب اقول بعد استاذ. خلينا نشوف اللي بعده. ايوه عدد ذرات المتفاعلات. اقول هو ده برضه بنتكلم على وزن المعادلة. عبد الرحمن مساعد. نعم استاذ. يلا يا بطل. عدد ذرات المتفاعلات فراغ عدد ذرات النواتج يساوي. برافو عليك. كلام سهل وجميل والله. ده اقول اللي بعده يا ما شاء الله. طب قول يا معتز. المواد التي توجد عند بداية التفاعل تسمى متفاعلات. يا سلام عليك. شوف الناس ما شاء الله جميلة ازاي. والله صعبت الورقه احسن. طب يلا يلا يا توبه. يلا عبد الله يا توبه. هلا يا استاذ. يلا يا بطل. اي سؤال؟ 6. يرمز للحاله الغازيه للماده بالرمز جي. جي طبعا غاز. ترجمتها بالانجليزي غاز هي جي. غاز غاز. طب نشوف بقى. فكر شوية كده. استاذ سؤال أربعة. استاذ ايش هي الاي بي استاذ؟ الاي بي فين الاي بي؟ محلول؟ هذا اي كيو. قصدك اي كيو؟ اي كيو معلش استاذ. ايوه انا محلول. اي كيو محلول. محلول. ايوه. طيب يا استاذ رقم 4 و3 ايش؟ 4. الجواب 4. ارسل الحل انا بعد الهذا. جيم يساوي 4 جيم يساوي 3. الإجابة 2. ما في إجابة. أنا عارف. أنا بقول لك حط أنت الإجابة 2 يعني. أوكي شكرا. العفو يا باشا. طيب رقم 7 بيقول الألمونيوم. ألمونيوم زائد بروم هينتج طبعا بروميد الألمونيوم. أنه الاختيار اللي صح؟ يبغاه هو أو هي موزونة. أيوه. عادي أقول. طب والله يا نايل بنت تبقى 100 100. طب قول يا نايل. قول أستاذ. قول يا نايل. والله شوف ماني واثق بس إني أعتقد إنها ألف. ألف تمام. ليه؟ حتى أنا صدقت. أولاً الاثنين اللي عندي لأنه الألمونيوم 2 والألمونيوم 2 في الأول. البروم 6 3 في 2 ب 6 والبروم 2 في 3 ب 6 يبقى كده موزون. ولازم الالومنيوم لانه موجب 3 يبقى مكتوب على اليسار الالومنيوم. انما شوف مثلا جيم البروم اللي جاي على اليسار. لا قلنا دايما الموجب على اليسار والسالب على اليمين دايما كده.
طب يلا يا أستاذة دي سهلة دي. 8 تفكك أزايد ما جاوبت استوري ما جاوب. يلا يا زياد. يا زياد سبعة ايش؟ زياد خالد ألف سبعة ألف يا شباب. تيفون زياد. ألو. أيوة زياد. موجود. يلا يا باشا. نيتروجين. برافو عليك. نيتروجين. قلنا الإيرباج لما يحصل حاجة لا قدر الله فيها شرارة كهربائية تخلي المادة اللي موجودة تتفكك وتديني صوديوم وغاز النيتروجين. غاز النيتروجين هو اللي بينفخ الإيرباج اللي عندك. طيب ال N2 صحيح؟ ال N2 اللي هو ألف. تمام تمام. طيب نيجي للتوصيل. ثاني أكسيد النيتروجين فين ده؟ أي غازات N2؟ أي غازات N2؟ يعني أنت بتقول ثاني أكسيد. بتقول ثاني أكسيد. فين الأكسيد هنا؟ مو أكسيد. أنا قلت معلش مو أكسيد قصدي. أيوة. هذا ده غاز النيتروجين. الشيء الثاني هذا غاز النيتروجين. أوه. أيوة غاز النيتروجين. تمام تمام. طيب نيجي بقى لإيه؟ تفاعل كيميائي تتحد فيه مادة. تبغاني أقرأ ال طيب اقرأ ماس وننتظر الإجابة. اقرا وننتظر الاجابه. اقول قول يا ناي. تمام. التكوين. انت بتجاوب. يا ايش بك انا اقرا اقرا. خلي بالك. طيب ابشر ابشر. خليك ذكي بقى. هو بقول لك ايه؟ تفاعل كيميائي تتحد فيه مادتين اثر لتكوين. تكوين. لتكوين. يبقى هو ده ايه؟ تفاعل التكوين. تكوين. طيب الثاني ايه يا نايل؟ اجابتي صح. ايوه اجابتك صح. التكوين صح. برافو. يلا بقرا الحين. هو تفاعل يتحد في الاكسجين مع ماده كيميائيه مطلقا طاقه على شكل حراره وضوء. ثم الاحتراق. هذا اسمه موجود. ايوه الاحتراق استاذ. طيب الاحتراق ما في الا الاكسجين. برافو عليك. الاحتراق بس ما موجود. اكتبها الاحتراق. الأكسدة. أو الأكسدة. اكتبها. برضو الأكسدة ينفع. يعني خليها الاحتراق صح. لأن أكسدة. خليها أكسدة مش مشكلة. أكسدة هي من أكسجين. أكسدة. أي سؤال وصلته اسمه؟ سؤال أي سؤال وصلته؟ اللي هو ال. دوب نفضى. جدول. جدول يتحد فيه أكسجين مع مادة كيميائية. الحرق ال لا الحارق الاحتراق. الاحتراق بس ايه؟ بس ان شاء الله لما توصل ثالثه هتعرف ان ممكن اسميه اكسده. تفاعل الماده مع الاكسجين اكسده. يبقى الاكسده احتراق والاحتراق يعني استاذ هم يعني هم نفس المصطلح نفس المعنى. ايوه الاكسده هو الاحتراق. ايوه بسمع. طيب تفاعل المادة مع الأكسجين. يعني في اختبار خطوط الأكسدة نفس احتراق. أيوة تفاعل المادة حتى من اسمها تفاعل المادة مع الأكسجين أكسدة. طب يلا يا باشا. يلا تفاعل يتفكك فيه مركب واحد إلى مركبين أو أكثر. جاوب صدق. مين اللي يجاوب؟ أنمار. ايوه استاذ ماشي يا انمار. يلا التفكك. التفكك طبعا من اسمه يا شباب. شوف في كلمه تفاعل يتفكك. خلي بالك. طب احنا امس خدنا مثال على التفكك اللي هو ازايد الصوديوم ان ايه ان 3 طلع لي صوديوم وطلع لي النيتروجين اللي هو بيملى الوساد الهوائيه. عندي ماده ثانيه اسمها نترات الأمونيوم. نترات الأمونيوم لما تتفك
هتديني غاز اسمه غاز أكسيد النيتروز N2O N2O أكسيد النيتروز N2O أكسيد النيتروز ده يا شباب كانوا بيطلقوا عليه زمان اسم الغاز المضحك. ليه الغاز المضحك؟ لأن كانوا بيستخدموه في التخدير أطباء الأسنان زي البنسلين وذي. نعم استاذ ايش اسم الغاز؟ ايش اسمه؟ ايش اسم الغاز؟ اسمه الغاز المضحك او اكسيد النيتروز رمزه N2O N2O ايوه اطباء الاسنان بيستخدموا في التخدير. فلما الانسان يتخدر لما تيجي تنظر له كده تعتقد ان هو بيضحك بس هو ما بيضحكش ده هو متخدر عشان كده سموه الغاز المضحك اللي هو اكسيد النيتروز. طب اخر واحده يا شباب دي التفاعل الذي تحل فيه ذرات عنصر محل ذرات عنصر اخر الاحلال طبعا ايه الاحلال البسيط لان واحده تحل الجدول نعم قولها يا استاذ الاحرف كمره واحده يلا يا باشا باء دال ألف جيم تمام ما دال ألف أستاذ جيم. الإحلال أستاذ الإحلال في منه نوعين أستاذ أيوة في عندي إحلال بسيط يعني حاجة واحدة تكلم حاجة واحدة والتاني إحلال مزدوج مزدوج هنقولها بكرة إن شاء الله مزدوج بكرة مزدوج يعني أنا أبدل مكانك وأنت تيجي مكاني كده ده اسمه إحلال مزدوج لكن الإحلال البسيط النايم أجلس مكانك وأنت تمشي يبقى واحد بس حل محل واحد بس لكن الإحلال المزدوج اثنين بياخدوا مكان بعض أنا أجي مكانك تبادل مكانك أيوة تبادل أيوة عشان كده ممكن أسميه برافو عليك ممكن أسميه تبادل مزدوج أو إحلال مزدوج عادي وهنشوفها بكرة إن شاء الله يا شباب ربنا يوفقك يا رب بس أتمنى الناس اللي بتغيب هتنقص والله يا شباب أهلا أيوة أنا أنقص أستاذ لا يا شيخ قال اللي يغيب تحت كلامك الأستاذ قال اللي يكلمه ما يردوا عليه أيوة أنا قاعد أكلم الأستاذ ما طلبت رأيك بس الله بس الله صلى النبي إيش يا شباب يا شباب يلا شباب يلا استاذ رجاء يلا استاذ يعطيك العافيه مع السلامه يعطيك العافيه يعطيك العافيه استاذ مع السلامه